العودة سيد الشيخ إلى مرض الكورونا الذي تعيشه الجزائر هذه الأيام أو يعيشه الجزائريون هذه الأيام، الكثير من الناس توقفت الرواتب تاعهم بسبب أنهم يشتغلوا بالقوت اليومي، يعني أنهم يشتغلوا بالمهية اليومية. هل يجوز إخراج زكاة الأموال وإعطائها لهؤلاء الناس لتوقفت الرواتب تاعهم في هذه الأيام؟ بالنسبة للعامل اليومي وأصحاب الأعمال الحرة ذوي الدخل المحدود الذين ليس لهم مدخرات مالية، ما عنده مال مدخر، لأن يعني بعضهم عنده مال مدخر قد يكفيه يعني لمدة طويلة. إذا كان إنسان ليس له مال مدخر فلا يعطى له الزكاة ولا حرج في ذلك، لأن هذا يعتبر فقير، بمعنى هذا يعمل يوميا وقوته يكون بمداخيل يومه وليس له مدخرات، يعني ليس له مال مدخر يعني، فهذا يعطى له الزكاة. بل نحن نقول للناس عليكم أن تعجلوا الزكاة بإعطاء الزكاة، تعجلوا بمعنى حتى الذي لم يصل حوله، لم يمر الحول على ماله الذي بلغ نصابا ولم يقترب مازال وقت الزكاة، يعني بمعنى لم يجب عليه الزكاة وبلغ ماله نصابا، نقول له عجل بالزكاة ولو أشهر، يعني بمعنى لو كان مثلا، لأن هذا هو وقت الحاجة. نعم، لأن وقت الحاجة، لأن العلماء يجيزون للإنسان أن يعجل زكاة ماله للمصلحة والحاجة. صح. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يعجل زكاة سنتين، فأمره أن يخرج زكاة سنتين قبل وقتها. ولهذا المذاهب، يعني مثلا المذهب الحنفي قال يجوز تقديمها سنوات، المذهب الحنبلي قال يجوز تقديمها سنتين، المذهب الشافعي قال يجوز تقديمها سنة، عندنا في المذهب المالكي يجوز تقديمها شهر وشهرين وثلاثة كما نص على ذلك المالكية. إذن وبالتالي إذا كان هناك ناس حاجة بمعنى إذا كان من حال الحول على ماله الآن عليه أن يخرج الزكاة ويعطي لهؤلاء الصنف، والذي لم يحل الحول على ماله الذي بلغ نصابا نقول له عجل بالزكاة، ولو كان مازال شهرين ثلاثة أربعة حتى يحل الحول، ولو سنة عليك أن تعجل الزكاة حتى تسد حاجة أولئك تفرج بها عن المحتاجين في هذا الوقت العصيب.